السلام عليكم لدي تلاميذ السنه الثانيه متوسط اليوم ان شاء الله بفضل الله تعالى وجوده ومنه وكرمه. غادي ندير لكم مختصر سيكونس 3 مي اند ماي هيلث. بسم الله على بركه الله نبدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هادو جميع الدروس تاع مي اند ماي هيلث. اوكي هنايا عندنا مي اند ماي هيلث، عندنا الحقل الدلالي تاعها، عندنا شنو غادي تقروا المصطلحات الجديده، غادي تقروا الامراض اوكي. هادو بروكن ليج يعني كسر في الساق، بروكن ارم يعني كسر في الذراع، الكاف السعال يعني الكحه، السور ثروت يعني التهاب الحلق، باك ايك يعني الم الظهر، ايك هادي الم، غادي تلقاوها بزاف ايك اوكي. ان ايريك يعني الم الاذن، فيفا الحمى، ستومك ايك يعني ستومك ايك يعني الم في البطن، التوث ايك يعني الم في الاسنان، توث ايك انا نسيت الاتش توث ايك. هنايا عندنا راني نوز يعني سيلان الانف كي نقولوا حنا، هنا عندنا اسما يعني الربو، عندنا اوبيزيتي يعني السمنه، هادو كاع الامراض اللي نعرفهم. عندنا هنايا مصطلح سيك ولا ايل هو المريض، شود ينبغي لا ينبغي ولا يجب لا يجب، فيل اشعر، بليدينغ يعني نزيف، هيلث الصحه، عندنا ويل تحسن، ريست راحة، كيمست صيدلي، ميديسن أور ميديكيشن هي دواء، لوز ويت عندنا أخسر الوزن خسارة الوزن، دايت يعني حمية غذائية، بيلز يعني حبوب، هادو هما. عندنا انجكشن يعني حقنة، هنايا ستومك ايك أور بين إن ماي بيلي يعني عني الضر ألم في بطني، ألم أنا pain يعني ألم في البطن أوكي. هادو إلا تعرفوهم نعاود لكم الأمراض، سورتو الأمراض، broken leg كسر في الساق، broken arm كسر في الذراع، كاف سعال، sore throat التهاب الحلق، back ache ألم الظهر، an earache الألم في الأذن، فيفا حمى، stomach ache or pain in my belly هي ألم البطن، toothache ألم الأسنان، runny nose سيلان الأنف، أزمة الربو، obesity يعني السمنة. أوكي هنايا غادي تروحوا تقروا using have to هنايا للحديث عن شيء ضروري بالنسبة لي أو لشخص آخر نستعمل has to or have to plus verb stem يعني الفعل الأصلي بلا ما نزيد له والو، ويكون واجب أو حقيقة أو قانون. هنايا يكون يا واجب عليك ديره ولا حقيقة fact ولا قانون لا. أوكي okay. I have to get passport if I want to travel to other countries يعني I have to يجب علي أن أتحصل على جواز السفر باش نذهب لكي أسافر إلى الخارج إلى دول أخرى. هذا it's a law يعني قانون، هذا قانون هذا ما نجموش نبدلوه، يعني نديرو I have to okay I have to get passport if I want to travel to other countries to other countries okay. هنايا she has to talk to take care of her sick mother يجب عليها ولا واجب عليها باش تتهلا باش تعتني بامها المريضه. هنايا اش عندنا she has to باسكو I have you have we have they have she will he will it نديرو has okay صافي I, you, we, they have to. She will, he will, it. Diru has to. Okay. هنايا plus verb stem. من ديرو she has to takes
باسكو الشيء نديرو تيكس لا نخلوه كما هو نقلعو غيتو. هنايا ديوتي هو واجب هذا على بها الا نديرو هاف تو اي هاف تو جو تو ذا دنتست يجب ان اذهب الى طبيب الاسنان. اي هاف ان ابوينتمنت ات 3 بي ام عندي رونديفو على 3 تاع العشيه. اتس فاكت هذا حقيقه هذه مادام حقيقه نديرو اي هاف تو اوكي. هنايا نستعمل ايضا هاز والهاف تو هاف جوت تو ولا هاز جوت تو مكان هاز تو وهاف تو. باي اكزامبل اي هاف جوت تو I have got to get a passport if I want to travel to other countries. Okay? هنا نديرو ماشي I have to نقدر نديرو I have got to. Okay? وانا في الانتروغاتيف and negative في السؤال نديرو do or does. Do نستعملوها I, you, we, they و does نستعملوها مع she و he و it. Okay? هنايا كيما نقولو هنايا does plus verb plus subject plus have to plus verb. Okay? نديرو does he have to does he have to come back for a check doctor اسكو يجب عليه ان ياتي باش كيما نقولو حنايا check يعني تفحصه اوكي. does he have to هل يجب عليه ان ياتي لكي تفحصه هذه هي. هنايا don't or doesn't هنايا للنفي هنايا don't ولا doesn't have to I don't have to get up early هنايا نفي نقولو I don't have to get up early on Friday morning but I can get up early if I want من لا يجب علي أن أنهض ذاكرا يوم الجمعة ولكن يمكنني أن أنهض زعما حاجة كيما نقولو ليست واجبة بصح يمكن زعما نقدر نديرها ننجمو نديرو don't ولا doesn't have to اوكي. انا حاجه ماشي مهمه باش نديرها. نروحو دروك عند must using must هذه واجب للحديث عن شيء ضروري او لشخص اخر يجب القيام به لكنه مجرد اي شخص او قاعده اي مجرد راي شخصي كيما نقولو او قاعده صنعتها بنفسي انا زعما لي راني نقول لك زعما الا قلك دير ديك الحاجه ماشي قانون كيما قلنا have to قانون ولا حقيقه ولا هذه انا راني باغي نقول لك انا الراي تاعي. باي اكزومبل ماست بلس يتكون من ماست بلس فيرب سام. فيرب سام يعني ماشي مصرف فيرب هكا كيما كاين نحط نقلعوا لغيتو ونحطوه. يو ماست جو تو ذا دنتست انا نقول لك يجب عليك ان تذهب الى الطبيب هذا رايي الشخصي انايا. ها يمكنني استعمال هاف تو ولا ماست قادر ندير هاف تو ولا ماست كيما must I take this cough syrup mom ما زعما راني نسقسي في ما نقولها هل يجب علي ان اخذ هذا كسمو هذا السيرو تاع الكحه يا امي must I take this cough syrup mom do I كيما نقولو هنايا نقدروا نديرو تاع ماشي must I نديرو do I have to take this cough syrup mom do I كي نديرو have to نديرو do I ولا do we ولا does he have to ولا does she have to دائما قلت لكم she ولا he ولا it نديرو does ولا I you we they نديرو do okay وهنايا must I take this cough syrup must she take هنايا تقعد غير ما نديروش الاس هنايا في الشي okay نحطو ال she ولا he ولا it ما نزيدوش الاس هنايا نديرو الفيرب ستام تاعنا. ليز must take her cough syrup هنا جمله مثبته هنايا ليز يجب عليها ان تاخذ دواء السعال تاعها السيرو تاع الكحه. ليز has to take her cough syrup ها has to ولا must سي لا ميم شوز نديرو ليز has to take ولا ليز must to must take ليز must take her cough syrup ولا ليز has to اوكي كيف كيف نقدروا نستعملوا must ولا has. هنايا للسؤال نقولوا must she stay in bed doctor هل يجب عليها ان تظل في السرير يعني نائمه دكتور. عندنا must plus subject plus الverb stem تاعنا اوكي. والنيجاتيف النيجاتيف فورم
عندنا في النفي كيما نقولوا حنايا نقولوا mustn't mustn't كيما نقولوا هنايا اي ممنوع ممنوع don't do it يعني ما ديرهاش it's forbidden it's forbidden it is forbidden يعني هي ممنوعه باش ديرها I mustn't eat too much لا يجب علي ان اكل كثيرا you mustn't smoke you mustn't smoke لا يجب عليك ان تدخن هنايا هادن forbidden to do it اوكي هادي يعني ما يلقش ممنوعه باش ديرها هنايا نديرو mustn't mustn't اوكي نروحو دروك عند should and shouldn't هنايا عندنا تقديم نصيحه وطلبها باستخدام ينبغي لا ينبغي giving and asking for advice using should or shouldn't اوكي انا لي تقديم نصيحه لاي شخص هنايا نديرو should shouldn't باش تقدم من النصيحه دائما كي تقدم نصيحه لاي واحد دير should shouldn't اوكي هنايا بلاس الفيرب بلاس الفيرب تاعنا هذا مثلا you should do هذا الفيرب تاعنا you should do exercise يجب عليك ان تقوم بتمارين رياضيه ولا بالرياضه she shouldn't sleep too much لا يجب عليها ان تنام كثيرا هنايا انا you shouldn't you should not you should or you shouldn't لا يجب للسؤال عن النصيحه باش انا نقدر باش واحد يعطيني نصيحه نقول what should I do if I have a backache شندير كي يكون عندي ألم في الظهر ماذا يجب علي أن أفعله عندما يكون لدي ألم في الظهر أي يقول لك you should lie on your back and take a rest يجب عليك أن تسترقي على ظهرك وتأخذ راحة you shouldn't move you should stay in bed قادر هنا يكيس قصيته تقول لها غادي ندير كي يكون ظهري يضرك قادر يقول لك you shouldn't move ما يلقلكش تتحرك بزاف you should stay in bed يجب عليك ان تبقى على السرير في السرير يعني تكون راقد هذا should و shouldn't شوفوا should و shouldn't هي اللي بزاف اللي تستعملوها كما نقولوا حنايا في النصائح اوكي واخيرا غادي تقروا الامر the imperative هنايا giving advice and making recommendations using the imperative هنايا غادي لإعطاء أوامر لشخص أو نصيحة نستخدم الأمر the imperative هنايا imperative الساهل الفعل تاعك تقل عليه تو وديره تحطه كما هو follow the chemist's instructions يعني وصفة تاع الطبية تبعها the knows better he knows better يعني هو اللي يعرف أكثر الصيدلي تبع نصائح الصيدلي هو اللي يعرف اكثر اوكي هنا follow the chemist's instructions he knows better هو يعرف بزاف هنا الفيرب ستام نجيبو غير الفيرب ستام تاعنا without to نقلعو له تو نقلعو له تو ونديرو هنا يقولوا لك to follow انت قلع تو ودير follow I use don't هنايا نديرو don't في النفي plus الفيرب ستام كيما هنايا نقول لك don't eat too much ما تاكلش بزاف don't eat too much it's bad for your health هي هو سيء لصحتك ما تاكلش بزاف هو سيء لصحتك don't eat too much دائما في النفي تاع الامبيراتيف يعني الامر ديروا don't هذا ال eat هما يكتبوا لك هكا to eat هي to eat not هما يكتبوا لك to eat not to eat not يديروها لك بين قوسين انت دير don't eat هذا ما كان don't eat قلع to وقلع not ودير don't eat okay don't eat too much it's bad for your health okay وغادي تقرأوا pronunciation of sh هذا ال s sh هذه ال sh هذه اللي تقوها ال sh تقرا ش اللي تقروها ال ch تنقرا ش وخطرات تنقرا ك تبعوني كيما هنايا هنايا ش كيما ش ش ماشي تش هنا ش وهنا تش تش تبعوني تش هنايا تش اللي تقوها سي اش تقرا تش والاس اش تقرا ش شد شودا شن شوز شو شي شاد شيب
shirt, wishes, washes, fishing, nail polish, skin rash, English. شتو كي نقريناها؟ هنايا عندنا نتوما دائما قرو قبل فرضوا الاختبار تبعوا هادو قرو هادو باسكو قادرين يدير لكم منها. هنا عندنا chest, chest, chill, children, cheese, check, choose, teacher. ما قلناش teacher هنايا، ما قلناش shoes، قلنا choose. teacher, kitchen, touching, patch, catch, catch, coach, catch, rich, much, itch, each, wrist watch. اوكي يعني ساعة اليد. اوكي هنا عندنا، هنايا تبعوني، تبعنا صاي. هنا قلت لكم الاس اش تقرا ش والسي اش تنقرا تش. هنايا في الانجليزيه كاين صوالح اللي جايين من الفرنسيه، مادام جايين من الفرنسيه ما نقروش هادو السي اش، ما نقروهاش تش باسكو جايه من الفرنسيه، يعني نقراوها الش ما نقروهاش تش. هادو نقراوها الش وما نقراوهاش، هادي نقراوها الش ما نقراوهاش تش. كيما هنايا شاف ما نقولوش تشاف، شيك هادو حطوهم لكم دائما باش يغلطوكم، حد ماشي غير تشوف السي اش تقول تش، هادو حالات خاصه. هنايا شاف، شيك، مشين، مستش ما نقولش مستش تش، نقولنا مستش، بروشور. هنايا شالي، هنايا باراشوت، وهنايا شوفر. اوكي هنايا قريناهم بالش ما نكوناش شوفر ولا تشيك ولا تشاف، لا هادو عقلوا عليهم ولادي في الكتاب دائما، قادرين يحطوهم لكم باش يدير لكم بياج. انت ما تشوفوا غير سي اش تقولوا نديروها في تش هنايا، وشوفوا التش كي تكتب والش كي تكتب، عقلوا عليها باسكو هما يكتبوا لكم هذه الش والتش ويعطوكم الك. هنايا كيما هنا الايك، ايك يعني الالم، هيديك، توثيك، ايريك، باك ايك. اوكي هنا ستومك تبعوني اللي تقرا بالك ماشي ستوماش ولا اتش اتش، لا ستوما ستوماك، ستوميك، ستوماك، ستوميك ايك، بيلي ايك، كيمست، كيميكال، كيمستري، سكول، سايكولوجيست، اركيتكت، اركايف ماشي ارشايف ولا ارشيف ولا اتونسيون اركايف، كاركتر. اوكي كاركتر عقلوا ليهم قرون كيما انا نعاودو، ستوماك، الايك، هيديك، تو تيك، ايريك، بيك ايك، هادو نديروهم في الكا كي يقولوا لكم كلاسيفاي هاد الوردز ديروهم في الكا. ستوماك، ستوميك، ستوميك ايك، بيلي ايك، كيمست، كيميكال، كيمستري، سكول، سايكولوجيست، اركيتكت، اركايف، كاركتر. اوكي هادو هما الملخص تاع كيسمو الدروس تاعنا اللي غادي ديروهم هذا السيكونس. وما تنساوش هادو تفكروهم، هادو المصطلحات الجديده كون معايا، هادو مصطلحات جديده وهاد الامراض باش كيكون كاين نص تفهموه، وهادو مصطلحات اللي غادي تقراوهم ان شاء الله، وهادو هما الدروس. ربي يحفظكم، اذا فهمتوا ماذا بكم ما تبخلونيش جيم اشتراك في القناه اللي ماش مشترك. ربي يحفظكم، صحه فطوركم، صحه رمضانكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.